حتى لا نطيل عليكم، النقطة الثالثة في المحاضرة ألا وهي قضية تدبر موقف ونتلوه تلاوة معا ونتدبره لآخر نقطة إن شاء الله. نبدأ بالموضع الأول الذي يأتينا في قوله تعالى واتلو. قول رب العزة والجلال واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كيف هذا؟ قال كيف تدبر ذا؟ صلى بالإمام جزاه الله خير مبارك الله لنا فيه وتلا قم بكي، يعني الجواب علينا أن نخرج من هذه الآيات ونحن نتلوها، لأنه قال الله تعالى أتلو يعني كرر أن هذا الحدث سيتكرر، حدث ابني آدم سيتكرر. لما؟ لأن الناس موجودين والقربان موجود. كيف؟ فلنسأل مشايخ في المحاكم وغيرهم، هل يأتي إخوة إليكم يشكي بعضهم بعضا؟ الجواب نعم. في أي شيء؟ في قسمة ميراث وغيره. هل يتخاصمون؟ نعم. من يفعل مثل هذه الأشياء هو لم يتلو هذه الآيات، ما تلاها حق التلاوة أبدا، مرت علي مر السحر. لماذا؟ اسمع هذا المؤمن، لئن قال لأقتلنك، رد عليه رد هدوء، إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. شوف ذا الأدب. هل نحن فعلا في الخصومة هكذا حتى فعلا نتلو هذا؟ أنا حينما يخاصمني هذا هل يكون ردي له هذا الرد الجميل ويعطيني رد؟ شوف ما يقول، لا أقتلك. وقال له ما أنا بباسط يدي إليك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. نبهه، شوف ذي التنبيهات. هذا الخطاب الأول. إذن علينا ونحن نتدبر الآيات القرآنية أن نسقطها في أنفسنا، نسقط مثل هذه الحادثة في أنفسنا. هل نحن فعلا إذا وقعت خصومة بيننا وبين إخوتنا المسلمين يكون ردنا مثل هذا الرد؟ الموقف الثاني الذي نريد أن نتدبره الأخير، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كيف نتدبر مثل هذا الموقف؟ كلنا أوتي من فضل الله كما سمعنا اليوم الخطيب جزاه الله خير ذكرنا أيما تذكير بمثل هذه الأرض النعم. كلنا أوتي نعمة، هذا أوتي نعمة مال، وذاك أوتي نعمة ولد، وذاك لم يعط الولد وهي نعمة، محروم من الولد نعمة. نعم والله نعمة. كيف؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى أن لو جاءه ولد سيشقي، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فتفضل الله عليك فجعلك عقيما. فقل له لك الحمد ولك الشكر أن لم تشقين. والآخر أعطي بنات ولم يعط أولاد، والله نعمة. لعل الله سبحانه وتعالى علم في الأزل أن في أنتيجيناتك مشكلة وستنقل بمشكلتك هذه العدوى للبنات وسيلك مشاكل الأولاد أقصد وسيلك مشاكل، فعنت في علم الوراثة مع البنات سليم ومع الأولاد في مشكلة، فأراد الله أن يحل هذه المشكلة فتفضل عليك ولم يرزقك أولاد، وذاك فقير وهي نعمة. هذا الصاحب أوتي آيات علم، طبعا هذا أفضل شيء، علم، هذا العلم والقرآن
والنبوة والكتاب، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. النبوة، هذا الملك العظيم ليس المال، فمن تفضل الله على الرجل تفضل عليه بعلم. طبعا الجماعة المفسرين مشاغل منهم أوين، قيل هو حاطب بن باعورة، وقيل لا هو ابن ناعورة، وقيل وقيل. الله لو باغلنا اسمه كان يذكره كما ذكر بعض الأسماء. الله ما باغلنا أن نركز دمه اسمه، بدليل قال: ومريم ابنة عمران. ما قادر ربنا يقول وابنة عمران، قادر، لكن باغلنا بالاسم. ومن الصحابة ذكر لصاحبه، وكلكم تعرفوا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما أراد بالاسم قال: فلما قضى زيد ذكروا باسمه لغاية يريدها الله. هنا لا يريد الله أن يذكر اسمه حتى لا يخلد ذكر اسمه، بل تخلد القصة. أوتي آيات فانسلخ منها لم يشكر، كصاحبه قارون، بل ما يقول: الحمد لله الذي تفضل علينا كما قال سيدنا داود، ها، وقال سيدنا سليمان. لا، قال: إنما أوتيته على علم. خف علينا، ما هي على علم؟ ما طايع علمه، ما حد ما طايع علم غيره، على علم. هذا نفس الشيء، فانسلخ منها، يعني كان عنده درع. إذن العلم درع، هذا الدرع كان واقن عمن عن الشيطان، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان. خلاص أصبح خاذ وحده ثيابه، خلى نفسه سهل للشيطان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال: ولو شئنا لرفعناه بها. يعني ظلمت أنت يا ربي يوم ما رفعت؟ قال لك: لا، كمل. ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني هو اختار، هو وحده اختار الأرض، واتبع هواه. ثم مثل تمثيل، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خلاص، لا يعد الدنيا وبس، كما الكلب، نسأل الله السلامة.